اجمل المصايف اللي ممكن نروحها؟ هو يعني خلينا متفقين الاول، بس ميرسي على المقدمه الجميله دي، انا مبسوطه ان انا معاكم. اهلا بيكي. خلينا متفقين ان مفيش حاجه اسمها اجمل حاجه في مصر او اجمل حاجه في مكان معين، هي كل مكان بيبقى ليه جماله، كل مكان بيبقى ليه الفايبس بتاعته المختلفه. يعني انا دلوقتي كنت بعمل ريبورت عن مطروح، ففيها شواطئ جميله جدا. مطروح من الاماكن اللي فعلا البحر فيها رهيب، فيها شاطئ عجيبة، ده جميل جدا. جميل جدا، وفي كمان شواطئ بعده مش معروفه وقبله ومحتاجه خدمات كتير وشواطئ مختلفه. فمطروح من ضمن يعني فيها شواطئ جميله جدا جدا لسه ما الناس ما اكتشفتهاش. وفي برضو باجوش، شاطئ باجوش في مطروح ده كنت فيه، بس هو مش مفتوح لكل الناس. انا عايز اقول كمان انه يمكن هنا هي بس مش مجرد ان هي عارفه الاماكن شكلها عامل ازاي، هي بتروح الاماكن دي وبتعمل يعني بتقعد هناك وبتعمل رحلات، بتنظم رحلات، صح؟ بتنظمي رحلات ل يعني حتى للبنات ساعات، لمجموعات، وفي نفس الوقت انت بتبقي بتعملي ريفيو حقيقي قوي. يعني لما مكان بيبقى مش حلو او محتاج حاجه بتقولي ان هو مش حلو او محتاج حاجه، لما بيبقى مكان حلو بتقولي ايه الحاجه الحلوه اللي فيه. طيب ايه ابرز الحاجات اللي الناس ما تعرفهاش، يعني الاماكن اللي يمكن الناس مش عارفاها او مش بتروحها وتنصحي ان احنا ممكن نبتدي نروحها في الفتره اللي جايه دي؟ يعني انا لسه زي ما قلت كده، مطروح انا حبيتها قوي. الناس واخده فكره عنها انها شعبيه زياده، او في ناس تقول لا انا مش هروح مطروح، اروح الساحل احسن. يعني بيقفلوا، بحس ان هم بيقفلوا على نفسهم في الساحل، في القريه اللي هم بيروحوا فيها او بالنايت لايف المعينه اللي هم عايزينها. بس انا شايفه ان في حاجات اجمل بكتير احنا ممكن نروحها. يعني مطروح ممكن تكون شويه الناس بتروحها اللي هم الطبقه المتوسطه اكتر بيروحوها، بس ليها استمتاعها. يعني انا بنصح الناس الفتره الجايه، يا ما تروح زحمه جدا، بس هي ما بتطرحش في الوقت اللي الناس بتروحه، بس يعني الناس مركزه عليها قوي في شهر 7 وشهر 8 بس، ما بيروحوش اي وقت تاني. ما تروح ليها اوقات تانية ممكن نروح نستمتع بيها، ما تكونش زحمه، وفيها برضو شواطئ يعني لو عملنا لها شويه خدمات بس هتبقى رهيب. طيب انت شايفه يا هنا ان انت بتقولي دلوقتي روحتي شاطئ اسمه بابوشا في مطروح او باجوش، وده 50 كيلو قبل ما تروح. طب انت شايفه ان الناس مش ممكن تخاف تروح مثلا اماكن غير ماهوله او غير مؤهله ان الناس تقعد فيها؟ هي مطروح فيها شواطئ، فيها خدمات اوريدي، ودي اللي بتبقى زحمه. وبتبقى زحمه ليه؟ بيبقى لسببين. اولا ان الشاطئ ما فيهوش موج عالي، فالاسر بتطمن على اولادها فيه. تاني حاجه بيبقى فيه خدمات، على الاقل فيه تويلتس، فيه سوبر ماركت، فيه كافيتيريا. الشواطئ الجديده اللي انا بتكلم عليها دي فعلا ما فيش عليها خدمات. انت بتبقي رايحه، يعني احنا المره اللي فاتت، يعني الاسبوع اللي فات ده، احنا رحنا خدنا عده الشوي بتاعتنا، وكنا عاملين حسابنا ان ما فيش خدمات، فكنا رايحين لابسين المايو اوريدي ومعانا العربيه، او بتتفقي مع عربيه هناك في مطروح توديكي وبتستنى معاكي. نزلتوا من العربيه نطيتوا في البحر ولا ايه؟ لا، بتروحي تركني العربيه وبتاخدي العده بتاعتك، الشوي والخيمه لو هتخيمي او حاجه، وبتدخلي. ده الستايل بتاع العين السخنه بتاع زمان. ايوه يعني بالظبط كده. لا، وستايل رشطان ورشطان الحشيش، بس ما بنباتش فيها. يعني احنا بنرجع تاني على مطروح، هي نص ساعه بالعربيه. هي في ناس بتبقى عايزه الجو دي او الستايل ده في المصيف، يعني انا في يوم او يومين. اما جيت اتصور الناس كانت بتقولي هو انت في مطروح بتاعتنا ولا انت رحتي حته ثانيه؟ ولا رحتي ايطاليا؟ ما كانش فيه اي حد. يعني بص الصوره دي اللي فاتت كانت على شاطئ باجوش، ودي من الابيض، تحسي ان هي مالديفز جدا. يعني طبعا، لا، مطروح البحر بتاعها كمان معروف جدا.